إنزين لو مكره لك السؤال. طيب مكره قال لها زوجها تأكلين أو أطلقك؟ فأكلت، هل تقال يقال أنها مكرهة؟ ما أسمع. غير مكرهة يعني ما تطيعه. لو أكلت، لو أكلت هاي المعصية ما أحتاج، صومها صحيح؟ صحيح؟ صح صومها صحيح لو أكلت؟ لا ما يصح صومها، هذا غير، هذا ليس إكراها، هذا ليس إكراها، إن هددها بالطلاق لا تطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن أفطرت خوفا على طلاقها فسد صومها وتقضي هذا اليوم، لكن لا يقال صومها صحيح. لكن لو هدد بالضرب أو القتل أو غير ذلك هنا يقال إنه مكره، يعني هذا فيه إكراه لكن ليس إكراها يجيز لها إكمال الصوم، هذا المقصود. إيه نعم نعم.